فطورك عند مين، فطورك عند مين، ولا لقيت حدا يقول فطورك عندنا. دبرت حالي، دللت حالي على المظبوط يعني. بعد ما افطرت وانا مروح لها التلفون، من وين؟ من قباطيا. وين يا استاذ حسام؟ قلت لهم والله خلص افطرنا. قال ابدا، عبود رب المعبود ما بتروح. يا جماعه الخير افطرنا. قالوا افطرت افطرت بس سحورك عندنا. وانا جيت اتسحر عند اهل قباطيا. بنص قباطيا يعني بشارع المقاهي اللي مشهور جدا على فكره، اللي بيعرفش يمكن قباطيا بيقولوا هي المدينه الاكثر مقاهي في كل فلسطين فيها. بس احنا هلا بدناش نشرب قهوه، بدنا نتسحر يعني. ما شاء الله، لوك هير، لوك معي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا فيك. ايش هالزاكي هذا؟ اهلا وسهلا. صحور مليح وبعطشش جبني، وفي عنا دجاج بسحب، وفي عنا نكالك مع جبنه، وفي عنا زعتر. لحظه شوي، ذكرتني في الخليلي انت هالقيت. هذا واحد خليلي راح يحط نعي لوالده، فقال له بكلفه 500 شيكل النعي. قال له خلص حط عبد الجليل ينعي ولده ويصلح ساعات. واحنا كمان نفسه. خش في الدعايه على طول. مش بيقولوا بامريكا في باتمان؟ في قباطيا في ما باتمان، الرجل الذي لا ينام ولا يبات قبل ما يصحر كل اهل قباطيا. اهلا وسهلا فيكم وجميعا، وباهل قباطي وجميع اهل الضفه وجميع الفلسطينيين. نتعرف عليك فضل الباشا سايب القباطي بسكر القباطي زكاني. يا اهلا وسهلا. يا اهلا فيكم، وشرفنا بمعرفتكم. انا شايف هالترك الحلو الجميل هذا. انت قديش لك واقف هون بالمنطقه هذه؟ انا صار لي 15 سنه بهاي المنطقه. 15 سنه. 15 سنه. بتطعم الناس. بطعم الناس وبسحر الناس كل يوم. ما شاء الله. ظلنا نشتغل تقريبا كل يوم 20 ساعة. 20 ساعة؟ كل يوم 20 ساعة الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وهذا ترك متحرك ولا ثابت؟ متحرك، بروح وين ما بدك، بروح على لعبة فوتبول، على سباقين، على الجامعة الأمريكية، وين ما بدك بيستاهل. يعني أنت بتروح تطلب الرزق عند تزاحم الأقدام زي ما بقول. الحمد لله. طيب احنا شفنا الإشي، بدنا نجرب. جرب وشوف الطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف صحة. وكل واحد باكل من هون برجع فيش فيها يعني. هذا بجبنه؟ هاي جبنه. ايش في كمان؟ جبنه بكر ما شاء الله. ايش في كمان؟ في دجاج بسحب، في عندنا بيتزا، في عندنا كل الانواع. بطاطا مع لحمه. انا لن اترك هذا المكان بطاطا. اهلا وسهلا فيك. صحه حبيبنا. الف صحه إليك. الله يعطيك العافيه وينور عليك. يا هلا بوجودك. الشباب مشغولين. السلام عليكم. السلام عليكم. المره الثالثه. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرف عليك. ربيع أبو حجاب. ربيع أبو حجاب. كم ساعة صار لك واقف قدام النار؟ صلي 8 ساعات. 8 ساعات؟ ما شاء الله، يعني بتسحر كل الناس بعدين تتسحر. أو لا. أمانة الله مرة راحت عليك ما ضل لكش تفطر يعني تتسحر. يعني. لا اسمع، بر نفسك أول الصراحة يعني. خلص. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وينور عليك. الله يخليك. برضو عزمكم على دجاج بسحب، اشي طيب للاخر. قلت لكم لما حسام ما افطرش قالوا له تعال تسحر بقباطيا. انا بعرف شو بحكي يعني، يمكن اطلع من هون. كل منطقه جنين بيجوا لهون. كل منطقه جنين. يوم يوم. انا جيت من القدس لهون عشان اتسحب بقباطيا. والله بعدين البيت بيتك. الله يرضى عليك. والله خذ البيوت بيوت. ما شاء الله. بيت بيتك. انا لقيت وين اتسحر يعني، ويمكن اضل وافطر وأتسحر وأضل وأفطر وأتسحر. شهر الخيرات من جديد، هل علينا بنور، ومن بعده يا محلى العيد وفرح المؤمن بفطوره. ومن بعده يا محلى العيد وفرح المؤمن بفطوره. ويا محلى وقت الغروب، ويا محلى وقت الغروب، ورونك ساعات سحوره، وبتبدا يومك بالصلاه،
وبتبدا يومك بالصلاه عالنبي وتدعي تزوره. اللهم صل على الحبيب محمد، سمعتك بتقول سحوره، جبت لك هالقرص بجبنه. ما احلى قرص الجبنه، الله والله ريحته تعجبني. يا حيني يا عيني، ما احلى قرص الجبنه والله ريحته بتعجبني. ما شاء الله، بدعو الله يسعدني احنا وكل الموجودين. وبدعو الله يسعدني احنا وكل الموجودين. والله السحور معاك انه زاكي وبشهي. والسحور معك يا ابو عيشي. يا حرام يا هيك يا بلاها العيشي. والسحور معك يا ابو عيشي يا هيك يا بلاها العيشي. وبنجلس تحت العريش وبنغني احلى المواويل. بنجلس تحت العريش وبنغني احلى المواويل. الله يسعد لي هالمساء ويسعد لي هالصباح يعني وين في بوز بالدنيا الساعة 3 الصبح بضحك هالضحكة وهالابتسامة الحلوة. تسلم يا سيدي يا أستاذ العريشي، إحنا منك نتعلم. استغفر الله، كل شيء جميل. الله يسعدك، لأنك الجميل والأجمل. رمضان له رونق من هالتكافل ومن هالوجوه الطيبة ومن هالاجتماعات، وإن شاء الله أنا وياك بندعي ربنا أنه يزيح هالبلاء وهالجائحة عنا. اللهم آمين. ونرجع ننعزم وجاهي إن شاء الله. كله عزوم عزوم، كل شيء بزبط عزوم إلا الجبنة. إن شاء الله تعالى بتبطل تعجبني عزوم. آه والله يا أخوي شايف أنت. طب دوقوا قول لي أشوفها. والله لا دوقوا، ليش ما بدوقوا؟ أنا اللي بدوقوا. يا ريت صحة وعافية. على قلبك. يعني هلا صرت تاكليها زي العصفور، هيك الواحد بمعط، بتقول هيك. قصدك جخ. وبتطويها هيك وبتعملها. طيب يا حبيبي، ولا يهمك أنا في الزنجبيل. ما شاء الله. ما رأيك؟ إنه لذيذ. أكيد. نعم نعم. هل تعتقد أن الجبنة نحتاج إلى قرص آخر؟ ربما. أجبنة أم بطاطا؟ والله الجبنة ألذ. تبا إنك من قريش. لماذا؟ أنا لست من قريش. لا لا، أنت أسلمت. الله يسعد لي صباحك ومساك، ورمضان كريم عليك، ويتم عليك هالبسمة وهالصحة. تسلم أستاذ حبيبنا. يعني أنا بقولكم بصراحة، إحنا لما اخترنا نيجي نصحر بقباطيا بعد التلفون اللي أجاني ما راحش يعني هدر. احنا اكلنا اقراص بجبنه، شفنا وجوه طيبه، ولسه يمكن يلحقنا شاي او قهوه، الله اعلم يعني، بس متابعين معاكم، انتوا خليكم معنا، والطرق ان شاء الله هذا بيلحقنا تبع الجبنه، اذا اعجبني بقول له وراي. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. بتنقي خبز بشوفك لايه؟ والله بدنا نتسحر ان شاء الله. سحورك عنا. اوه ما شاء الله، بارك الله فيك. اسلخ. تسلم تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام. تمام، سلم ايديك ونور عينيك. وليك وعينيك، الله يسعد لي صباحك ومساك يا ابو يزن. صحتك تمام، امورك بخير؟ الله بخير، نشكر الله. كيف شايف لي رمضان السنه؟ رمضان طبعا شهر كريم وشهر الرحمه، وزي ما بتشوف في لحمه اجتماعيه، وشوف الشعائر الدينيه اللي موجوده في لحمه وفي لحمه. بس السنه الماضيه الامانه ما عشناش هاي الاجواء. لا السنه شايف انه افضل. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. نتامل انه ربنا سبحانه وتعالى تزول هاي الجائحه. اللهم امين امين. وترجع الناس لأشغالها وأعمالها، ونتأمل إن شاء الله إنه ربنا يزيل عنا هذا المرض بإذنه تعالى. آمين. بتعرف شو، أنا السنة الماضية سامحتك باللوز المخمل. تتذكر السنة اللي قبلها وديت حصتك مع بشار. وديت لك حصتك. طيب يا بشار طيب، بس السنة اللي قبلها جينا أنا وأبو سلعوم وهالشباب وعاللوزات عندك. كيف السنة كان الموسم؟ إذا ما وسعتك الأرض بتسعك عينينا. حبيبنا يا أبو يزن، والله عمرك ما بتقصر ولا قصرته. دائما مرحب بك. الله يبارك فيك. اليوم شو بتعمل أنت؟ بعدني بالكرم. بالكرم؟ عنده عمال وبقطع وبودي على السوق المركزي، الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الموسم هذا موسم إيش؟ هذا موسم اللوز. اللوز؟ موسم اللوز.
انت عندك الفريك وعندك المخمل وعندك نعم صحيح اليابس، اليابس شهر 9 بضل شهر 9 طبعا بضل شهر 9 بضل على امه قبل ما ينشف نهائي لما ينشف نهائي ساعات هو ثلاث مراحل المرحله الاولى بيكون بشهر 2 الاخضر الاخضر بعدين الفريك بيكون بشهر 3 4 اليابس بيكون شهر 9 ان شاء الله بدك تحوش لي من كل موسم كيلو على عيني الله يرضى عليك أم الأمر حبيب قلبي يعني وين في محل عايش لحد الان الساعه 3 الصبح هيك في هذه الاجواء الحلوه أجواء والجميله رمضان اجواء رمضان طبعا اجواء رمضان يا عيني عليك بعدين قباطي بتمثل النموذج الحي للعيش المشترك زي ما انت بتشوف وما شاء الله هذا مشهود هذا صحيح مشهود يعني الله يسعدك ويخليك حبيبنا الله يخليك رمضان كريم علينا وعليك يا رب ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم السلام الله حياك الله الله يعطيك العافية الله يعافيك بارك فيك يا رب تعرف عليك معاذ فيصل نزار أهلا وسهلا الله يحييك كم ساعة صار لك واقف هون من المغرب من المغرب من يعني الناس كمان بتاخذ فطور فطور وسحور وتضلك من الفطور للسحور إن شاء الله ما شاء الله افتح ورجينا والله هذا ايش هذا بيتزا بيتزا في بيتزا في زعتر في جبنة والله بنجرب البيتزا جربنا الجبنة احنا بدك خرابي جرب ايه بدك في زعتر في كل شيء الله يرضى عليك هذا رمضان مختلف بالنسبة لكم عن رمضان المرأة يعني ان شاء الله يعني كل رمضان ورمضان ان شاء الله يكون خير العام الماضي كانت اول الكورونا وكانت بالزبط. الناس بالزبط. حطيته وسحرته برمضان الماضي بس السنه كيف افضل السنة افضل ان شاء الله ان شاء الله افضل ان شاء الله وافضل 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 دائما يعني الله يعطيك العافيه انت واقف من المغرب من الساعه احنا هلا الساعه تقريبا اقتربت للساعه 3 بالضبط الله يعطيك العافية وهيك بتفطر الناس وبتسحرهم بهمة حلوة ونفس حلو وطيب الحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله يعطيك العافية حياك تعرف حال جهاد حنايشي أهلا والله صار لي ساعة بدور وين أتصحر قول يا زلمة يصير من صحرك شو مالك عن جد أنت في كباطي شو هاي ماخذ خبز أنت ولا والغماس تعال هاي كل شيء موجود خير الله الله يرضى عليك يلا تعال بسم الله الرحمن الرحيم تعال جيب لي إياه ديروا باك ما بعيش يلا والشباب يبقى. اللي معه والله الشباب اول شيء ما قصروا يلا بكسروا ان شاء الله الله يرضى عليك ويديمك بلدك وبيتك يا زلمه بين اهلك وناسك الله يسعدك ويبارك في عمرك هذا اصلا يعني من دون ما تقول الامانه شيء مشهود من ساعه ما دخلنا فوق لحد ما رجعنا اهلا وسهلا والكل بيرحب والكل بهلل وهذا يمكن احد صفات مش بس قباطه انتم ببيتكم يا اخوي الله يديم البيت دائما مفتوح باصحابه وباهله الله يرضى عليك وبهالطله وهالنفس الحلو يا ربي الجميع الجميع شو ناوي تتسحر شو من الصحر خير الله الموجود الجود من الموجود الجود من الموجود والله يعني أحلى جملة حكيتها خير الله شو كله نعمة الله الحمد لله رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله جميع يا رب يعني أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دائما آمين آمين يا رب العالمين الله يسعدك حبيبنا الحق قبل ما يناول الأولاد بدك تتصحر الله يرضى عليك شباب جرت الله حبيبنا والله ما بتأثر بارك الله فيك حبيب قلبي الله يرضى عنا جيرة الله يا جماعة الخير حدا يجي يأسمني فيه أنا يعني لما دخلت قباطية الأمانة واصل لهون الأكل بشار تعال عندي الله لازم تخلصت كل المعجنات اللي في قباطية طب تعال عندي بشار هذا هدية مني إلك على وجه السوح يا ريت صحة وعافية سحورك عندنا سحورك أنت عندي ما شاء الله ما شاء الله وقال لك خلص على كل معجنات قباطية يعني المهم نخلص الحلقة ونقول لكم إن شاء الله بكرة الله بيعلم فطورنا عند مين إذا أفطرنا يعني بعد هالسحور هذا ما شاء الله بنشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله أستاذ أعطيني الجبنة خذ أنت البيتزا